عشان ما تقولوا زول شيوعي ولا علماني جد شعري هو معروف لدى السودانيين كله اللي هو التصوف معروف لاي زول انت ذاكم بتعرفوا اول حاجه انا اتكلم على والله ما شيخ لكن يعني بيقولوا له شيخ اللي هو مزمي الفقيري هو زول لا متهم بالرده ما تهمه ده جاء يتفلسف عشان يغطي له قال واي زول ممكن يتهمك ليه زول تورينا انت القانون يا استاذ زولك ده زادو زولك ده زادو والطلبه دول كلهم السيده ناو يخشوا اليوتيوب احتذر وجاء انه سبب الرده شنو زادو أظل يا جماعة عشان ما يغلقوا فيها عارف الدين ورافع لباسه كويس يقول الرجاء عارف الدين أظل يا جماعة في داخلية السودان الكلاكلة أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت اللي بدافع له وينو أنت اللي بدافع له جاء قال أي ذي ممكن يتهم أظل ده عدي في اليوتيوب يحترف قال أنا تبت ورجعت وثانيا انا يا جماعه والله بصدق والله يشهد على الكلام ده انا كنت مع الناس دي والله بصدق طبعا انت ما تقول اه انا بحلف بالله انت بصدق ومنو طيب عشان ما تقول صوفي يقول لك وحياه البرعي ولا وحياه هنفترق بالله انا كنت مع الناس دي والله ما عندهم علاقه بالدين ولا بمشغل ذره ذات ما يغشوك فقط على اللباس وركبتك بصراحة عديل كده ما يغشوك أنا كنت حافظ الأدلة إذا المسلم ما بين أنساف ساقيه فلا حرج فيما بينهما وما أسفل الكعبين ففي النار الكلام ده كله حفظنا منهم معلش يا أستاذ ما تكاذب طيب عندك أدب ولا شنو بيجي يروت هنا دول خش أنت أتكلم هنا بعد ما أتكلم أنت تعال قول كلامك ولا ما أدى وقت يا أستاذ شكلك أنت زادك جديد هذا لسه ما أكلت باصة زاد لسه ما أكلت باصة أنت وتاني حاجة أنا والله يا جماعة الحاجة مستغرب فيها في الله أكبر دي والله العظيم لكن هي الله أكبر لله طبعا دي ما فيها اثنين ثلاثة عشان ما تقولوا أصل الله صوفي مشرك هي لله لكن شكلها الله أكبر دي عندكم بربع باسط ولا شنو أنا كنت مع النازل 2014 لحد 2016 في الانتماء بتاعه اللي هو مشيت السفينة على السلف ولا شنو عارف المهم ده ما موضوعنا نخش في الموضوع انه قال الصوفية ملحدين قال الصوفية ملحدين ده كذب يا جماعة اول حاجة ما في زول قاعد بيقول له شيخ امسك اي صوفي هنا ده قل له انت بتعب الشيخ لو قال لك بيقول الشيخ بسم الله سبحانه وتعالى ذات وما اصلي ذات يا ده عشان ما تتكلموا ساعة تجوا توهموا في الناس انه في زول بيبت شيخه والشيخ بيقلب البيت ولد الكلام ده انا ما عندي كلام زي ده انا انتمائي للطريقة العلية الغادرية الكسنة زانية ما سمعت بها صح؟ هاي الكسنة زانية الكسنة زانية يا استاذ هاي دي حاجة مضحكة بالنسبة لك ده شفتها طبعا معروفين هنا ده الناس بياكلوا امواس وبياكلوا قزاز المين بالفاهم انتوا تفهموا ده دايرة نحن زادنا كويس معك أنا في مرتبة مرشد والحمد لله المهم أنتوا قاعدين تشرحوا للنازل أصلا بصراحة النازل كله شفتوا النازل واقفين وملتفين حول المنبر بتاعكم ديل ده كله صوفية وأنا عندي عليهم دليل أنا عندي عليهم دليل يا أستاذ ما دليل دليلين والله عندي عليهم دليل الدليل الأول على الوجود كلها شفتها في حوش الخليفة في حوش الخليفة والدليل الثاني أمس هذا أخواننا الخاتمية جابوا فتى الله نزل قالوا كل من انزاد استغربوا في ذلك دارين كل الكلام ده يا شباب كلام ده صح ولا ما صح قال بقول كذاب ده أنا عارفك أنت شنو أنت إذا قلت كذاب ده أنا عارفك أنت شنو وأنا بنتمي للطريقة الغادرية الكسنزانية يا أستاذ وتاني حاجة عشان ما تقول لي الشيخ قال والبتاع عمل والبتاع فرق ما تكلم خلاص أول حاجة نحن اللهم صلي على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شكرا
انت قال ده دافع عن ده وده دافع عن ده، الشغله دي مزاج زاي ولا في حاجه بوزعوها؟ في حديث في سنن الترمذي حسن الالباني اللي انت ما بيه في زمننا ده من روايه ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامه. افهم الكلام كويس. والنووي اورده بلفظ من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. لو انت دافعت عن مسلم الناس ذكروا به شر ودافعت عنه بالحق فان الله يدفع عنك ناره يوم القيامه. افهم المساله. الناس ما بتدافع ساي. بعدين انا داير اعرف الناس اللي بيقولوا مرتد ما مرتد وكذا، الناس اللي بيناقشوا القضيه كدين ولا كقانون؟ كان قانون لانه قال متهم وما متهم ده شغل قانون ابتداء. قانون الزول الان ما قتلوه، انت مش خش القانون وابقى قاضي جيه ان شاء الله نحن بعده برضه بنجيهك ان شاء الله. بعد تنزل من القضاء برضه بتلقانا ان شاء الله بنضقل بيك وانا بيدعك بورا بجيب له هديه قول وذاك بيجيبه في العرابه والله بطريقتك. لكن انت تقعد ساي متهم وما متهم. بعدين قال شنو لما خش في الموضوع جوا قال قال كلمه انا ما بقدر اقولها. طبعا يا جماعه دي وهمات انا ما بقدر اقولها. خلاص يا جماعه انا برضو الكلمه دي ما تطالبوني بها، انا برضو ما بقدر اقولها. وطالما انا ما بقدر اقولها وهو ما بيقدر يقولها، انتوا بتفكروا في حاجه ما بتتقال؟ انا داير اعرف انت بتفكر في حاجه ما بتتقال. دي نقطه من النقاط. بعدين الزول قال اساء للرسول عليه الصلاه والسلام. وين اساء الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال قال له كلمه وجاء اعتذر في اليوتيوب قال الكلمة دي وأنا تبت منا إلى آخره. هو زول لو قال كلمة وجاء اعتذر منا وأنت لقيت الاعتذار ما لقيت الكلمة ده بتلومه؟ بتلومه أنت ولا بتثني عليه إنه اعتذر في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى في الجزء الثامن وهو كتاب القدر قال لا خلاف بين الناس في أنه لا ملام على من تاب من ذنب وقع فيه. والكلام ده دليل ابن تيمية فيه شنو؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رواية أنس رضي الله عنه في البخاري وفي غيره قال التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى لآدم في لفظ دي اللفظة دي ذاتها قال خيبتنا أخرجتنا من الجنة، وفي لفظ قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام كم يا موسى في بعض الروايات كم تجد مكتوبا علي أني أقع في الذنب في اللوح المحفوظ؟ قال قبل أن تخلق بأربعين سنة في رواية. وفي رواية أخرى قال يا موسى أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ الحديث نهايته قال فحج آدم موسى عليه السلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية أخذ من فوائد الحديث ذا إنه لو زول غلط وتاب من غلطه ورجع إلى الله تعالى ما من الإنصاف إنك تلومه بغلطه. دي أفهم النقطة دي. عشان كذا كانوا في سحرة في زمن فرعون عليه لعنة الله، ولما تابوا الله جل وعلا أثنى عليهم وذكروا مع موسى عليه السلام. ولا ما تابوا؟ تابوا وخروا لله سجدا. طيب قال أنا كنت مع الناس ديل وما لقيت عندهم علم وما عندهم علاقة بالدين وطوال يا جماعة تناقض الجند ذاته. قال ابن تيمية رحمه الله في نفس الكتاب كتاب القدر الجزء الثامن قال علامة فساد المنهج التناقض. أي زول تلقى متناقض دي علامة عليه فساد منهج. وخذ قاعدة لقول الله تعالى في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا تناقض. قال أنا كنت معاكم مع الناس ديل ومركت منهم وما عندهم علاقة بالدين، ما تم دقيقة قال والله إذا علمت منهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. ده حديث ولا ما حديث؟
ده حديث في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والرسول قسم الناس لأربع أقسام، ما في بشر على وجه الأرض بيمرق من الأربعة ذيل. قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ذي الحارقة الجماعة ذيل. قال: ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، بجوز تنزل ليه قريب الكعب العظم الفوق. قال: فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ده من غير تكبر. بتكبر قال: ومن جر ثوبه بطرا أي تكبرا لم ينظر الله إليه. ابقى يا جماعة، ده حديث ولا ما حديث؟ في سنن أبي داود ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طالما ده حديث ابقى ده دين، وطالما دين انت قلت حفظته مننا نحن قبل ما تخلينا، وانا ما شفتك معانا. انت كنت وين ذاته؟ انا الزول ما انتوا شفتوه يا جماعه؟ والله ما شفناك الا يصفقوا لك ناس، وابو صفقه ديل انت عارف شت بيصفقوا ديل. انا بنسيب لك بحديث واحد في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صفق قوم في الصلاه الامام في شيء معين، قام بدل يقولوا سبحان الله بعض الناس قام صفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما، ودي أداة حصر في اللغة، إنما التصفيق لمنه؟ للنساء. يا جنة انتوا ما عندكم أصوات ولا شنو؟ صوت زاي الله أكبر، ودي جايك لها قال برضو بتكبروا ليه تصفيق ده؟ لأن الجنة ده جابوه بزفة صفقوا ليه دقسوه الجماعة الجاغومات الكبار لابدين بيرسلوا في ذيل، شفتها في المساليح بيرسلوا فيهم بيدردقون دارين يسندلوا بهم الشغله. انا والله بنجيك داقينها جوز ما بتقدر تثبتها ولا بتناك واحدين فوق انا كبير. والله استغربت في الداخليه ده يا جماعه، فيها ناس طيبين وناس كويسين لكن فيها عجائب داخليتكم دي. والله واحد هناك فوق شغال انت عارف يا كرعكد في الهواء ساي بفوق هناك، واحد لافي بفانيلا داخليه بصرخ بغادي. اخونا ده قال لي ده بيرغوا فيه ولا شنو؟ بغادي في ثلاثه ولا عشره بيجاي بيصفقوا طق طق طق. في واحد بيجاي برضه تخين اظنه كمل باسطة الله يهدينا، ودي قاعد بيجاي قال والله انتوا كلامكم قاعد يرد على وكر وكر بيتكلم ولابت هناك في النهايه بقى مارق. الناس الداخليه حاصل فيها شنو؟ يعني احنا بنجي الاسبوع الجاي لانه الشيف ده قال انا جاهز لكم، انا احنا جايينك جاهزين، لكن ترى هو بنجي ونكشف لانه الله قال خذوا حذركم. انه داخليه دي فيها عجائب معليش، زول اللي ببدل برا في الهواء ده اقول لك انا ما اجي خاشي ساي يا ناس، موضوع طويل. طيب والله اذا قست معانا انت وكيد تقع تقع هنا يا اخي، كان تقع يا اخي في جروبكم بتاع شيوعيين يا اخي، ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والله تقع في سلف عديل، سلف نص آية بيجاي آية وحديث تقع في النص ياخذ مفرمة حارة شديد. والله دي بتمرقك مطعم عديل، معقولة يا أخي؟ وذاك أبو بلوزة ده أنا والله كنت متمني أخرج على أبو بلوزة، لكن تراه خشي على أبو بكر جزاه الله خير برضه جايه. طيب قال الله أكبر مستغرب، قال النازل بربع باسطة ولا شنو الله أكبرني؟ يا ود الزول لما نقول ياكل باسطة ما بيقدر يكبر، الباسطة دي فيها سكر كثير بتاز الحلق شكاي ما بيقدر يكبر شديد. ناس يشربنا عصير زاي باسطة خليناه يمكن الأسبوع الجاي نجي أعمل حسابك. داك التكبير ده يا جماعة في صحيح البخاري من رواية جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تالي تعرف التكبير ده جاي وين، في صحيح البخاري من رواية جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقالوا الله أكبر، قال جابر: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا. فقال: أرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال: فكبرنا. فهمت المسألة؟ بعدين انت يا اخي تلومنا نحن اللي بنقول الله اكبر وتخلي ابو صفقه زاي يعني ذي عشان قدموك وقعدوا يضحكوا عليك مسكين. بعدين الزول لك كذاب يا جماعه. النقطه التازعه قال نحن صوفيه والطلبه ديل شط صوفيه، دي كذبه ولا ما كذبه؟ براون ديل جغموك، شوف ديل كم نفر
ديل شت يغاموك. والله هذه الشيوعية ما بيرضوها مع انهم كعبين، لكن ترى هو غايته بيقولوا نحن صوفية. تقول يا اخي ديل شت صوفية وعندي دليل اكلوا قال في الختمية زلابية. انت خليتنا نحن كنت بتحضر حصة الباسطة، خليتنا مشيت للزلابية خير لك الباسطة يعني من باسطة لزلابية. انت ما يا اخي ارحم جسمك ده يا اخي، الرسول قال وان لنفسك عليك حقا يا اخي. معقولة يا اخي من باسطة لزلابية كلها يا اخي؟ طيب قال نمرة عشرة، قال نحن في الطريقة الصوفية القادرية الكزنزانية، قال بناكل قزاز. يا ناس ديلا سيب تمسكون البلد بياكلوا قزاز، مش قروش ابو بقر وخمسين قزاز بياكلوا ده بتمسكوا البلد. يا ناس معقولة؟ عليك الله كلنا قزاز هسي تطبيق عملي هسي، وكل قزازة عشان نقول الله يرحمه كذي كان يصلوا انت هنا. طيب وكل قزازة هاي وكل طوالي، لا لا وكلنا قزازة اول شيء. طيب البعادة يا جماعة قال نحن قادرية، انت عارف القادرية ديل بيقولوا شنو عشان نختم الركن؟ القادرية ديل يا جماعة عندهم كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، قالوا شيخ اسمه عبد القادر الجيلاني، واصلا بيلفقوا عليه كلام وكذا وكذا، داك بتاع النصرة العلمية بتاع السمانية عبد المحمود نور الدايم، قال في النصرة العلمية لأصحاب الطريقة الصوفية، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، عليك الله اسمع الكلام ده، قال الجن عندهم شيوخ، الجن عندهم شيوخ، والملائكة عندهم شيوخ، والإنس عندهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. تفاهم كلامه ده؟ يعني الجن والإنس والملائكة هو شيخ شت ده منه؟ ده شيخ ده في كتاب النصرة العلمية، في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، قال شيخ اسمه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري ده من مشايخ، بيمدح في شيخه الأكبر، قال في الكتاب ده صفحة 63 ل 65 قال فيه ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، علم الله حرف حرف قال. والله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح، ده شيخ قال كذي، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، والله وكنت مع راعي الذبيح فداءه، ذا منو يا جماعة راعي الذبيح؟ إسماعيل، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينيه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، ما قال يذب؟ تتف عيون النبي يعقوب عليه السلام، وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى شوف الدرابة دي قدر كيف؟ أما الحساب الشجرة ما تقع، قال وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، يعني عصاتي أصلية، وعصات موسى جروها من شنو؟ عليه السلام. انت تتكلم لي في التصوف، انت ما عارف التصوف يا هذا، اجيب النتيمة يا شيخنا، اسمع الكلام للنهاية، انت ما تستحضر شغلنا ده، انا ما قلت لك حار مر شديد، انت دائما تخدت لك تلي في نهاية المطاف. قال وكنت مع موسى مناجاة ربي، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت قال مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنته الفردوس أحسن جنتي، مشى 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 في النهاية قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، قال أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد
الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وما قلت هذا القول فخرا. بعد الجوباك دشت قال أنا ما بفتخر، يعني ده تواضع بعده. وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوها ولا ما عرفتوها حقيقته؟ وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة. وكسرة هي ممنوعة من الصرف، بمكة كسرة عديل وكسر العقيدة ما بيكسر التاء، ممنوعة من الصرف بمكة، يعني خطوة هنا وخطوة شنو؟ خطوة في بلد وخطوة في مكة. ده ذاته سروال وقدر كيف أنا ما عارفه. بعدين انت يا صوفي بسبحة، قال السبحة شعار، شعار الدين. السبحة ما دين ذاته ولا شعار دين ولا عندها علاقة بالدين. سبحة دي جابوها الجماعة دي اللالوب قطعوا بدل ياكلوه قعدوا يقرررررررر. يا زول انت يقول لك للعدد، كان اديته ربطة ابو 50 بعدها زاي، ما تعدها بسبحة ابو 50 دي. انت الله ذكر الله بتعده بسبحتك دي جارية زي جنزير الموتر كر 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 وتلعب بينا نحن. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي. قالوا ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. ده دين يا جماعة، ده دين يدان لله تعالى به. طيب يقول لي أنا قادرية وأنا كذا وأنا كذا وكذا وكذا. طيب ما الزول قال باطل لازم ننسف نقطة نقطة، نحن بنخلي حاجة ورانا إن شاء الله. طيب نجي الأربعاء الجاي إن شاء الله، نجي الأربعاء الجاي. جهزوا باسطتكم ولبنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة